أستاذ أحمد، تفضل. القواعد الأمريكية متواجدة في كوريا الجنوبية، متواجدة في ألمانيا، متواجدة في اليابان، متواجدة في دول الخليج ل50 70 سنة. القواعد عندما تكون متواجدة هي قاعدة متواجدة في عين الأسد. أنت تشوف جنود يعني يتمشون في شوارع العراق، وهاي هذه استقرار لهم. يعني باكر كوريا الجنوبية، شوف كوريا، شوف ألمانيا، شوف اليابان، هذه الدول متطورة ومحمية، وهي الآن تدفع للولايات المتحدة لبقائها. فإحنا نحتاج، بعدنا العراق ليس لدينا تلك القوة لنحمي العراق من الأطماع، سواء من الشرق ومن جميع الاتجاهات. فهذا هو القصد، لازم إحنا نكون يعني مبنونين. ولأقول لك ببرنامجك هذا الموضوع، الكاظمي عندما جاء إلى واشنطن وتحدث مع ترامب، وحسب المعلومات اللي أنا سمعتها أنه ترامب سأل الكاظمي وقال له يعني أنا بالنسبة للانسحاب أستطيع أن أسحب جميع القوات خلال لحظات، ولكن أنت قل لي وجودي في العراق ماذا، يعني ما هو وجودي في العراق، لأي سبب أبقى في العراق. فأخي أكو أشياء لا يعني لا نسمع في الإعلام وفي الولايات المتحدة، هذه تكلف عليها. زين شنو محصلة الولايات المتحدة في العراق 17 سنة؟ شوف عدد القتلى اللي قتلوا، شوف عدد الجرحى،